مع الناس جيهان عبدالله. العشرة وستة دقائق على إيفام أحلى غاديو مع الناس حتى للحداش معكم انتوما مع توينسا صبحيتنا. مازلت متواصلة ببقية الأخبار اللي تهم توينسا وين ما كانوا موجودين وبعد شوية على سلامتكم. مرحبا بيهم توينسا المقيمين بالخارج، ظروف استقبالهم في ميناء حلق الويد نرجع نحكي عليها من بعد شوية. أما حاليا لقيت هذية هو وقيت دورة العادة محواسة العادة مع شكون؟ أكيد مع محمد علي الفرشيشي بالشاشية والحتى متاعه والقفيفة يهزنا اليوم المرشي المرنقية. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا. تصفيق حار واستقبال يليق بملك المرشي يظهر النجم ونسميه. صباح النور محمد علي، وصل الصوت ولا مازال؟ ها مازال. صباح النور، مرحبا. نسمع فيك مع صبري من تليفون صبري لانه ما طلبونيش لحد الان باش نجم نتكلموا على راحتنا ونتواصلوا احنا هكا في مدينه المرنقية. أي جماعة كلموه مالا خلي يوصلنا صوت محمد علي الفرشيشي. أنت اليوم في مرشي مش في سوق هكا ولا؟ أي إحنا في السوق البلدية في مدينة المرنقية، قدر ما نقولوش في المرنقية وكهو تولي فيها مدينة حد لا في مدينة المرنقية بالمظلة اليوم فما شوية شميسة يظهر لي ما هو كم سقف في المرشي. وخليني أقول لك حاجة جيهان، المرشي لهنا يعني ناقص برشا لأنه الناس كما البارح لقينا في جرومبانيا الناس مازالت معايدة ساعة جزارة كل مازالوا معايدين. بورتون في المرنقية كنا نجمو نلقاو أفاريات نتاع اللحوم الحمراء. أنا سبق وأني لقيت العنقوش لهنا بعشرين دينار وعملت ضجة الحكاية وكل. دونك اليوم ما ثم حتى جزار يخدم، باش نكتفيو بالخضر احنا لهنا اللي موجودة. خليني مثال كان تسمع فيا بالبداية أي أنا لهنا هذايا القيدوم نتاع المرشي المرنقية. أي نعم. أي قداش عندك المرشي هذايا؟ 40 سنة. ما شاء الله تبارك الله. مازلت شباب. شباب ونص هي شباب هذايا خبيث. ها ما لبش يهزوك تطور في المرنقية؟ طورت قبل. طورت في المرنقية؟ طورت. هذاك علاش هما كانوا ديما يخسروا؟ طماطم دينار. طماطم دينار. اي ولد القمرة جوز دينارات. اي غالي شوية محمد علي، غالي شوية. غالي سنة البطاطا لهنا 15% يا جيال. اي قيد عندك التاريخ هدايا، رغم ان هنا قدام البطاطا تلقاو المنحة نتاعها تصاعدي لأنه هذه البريود نتاع الجفوة وباش نلقاو البطاطا ناقصه وباش الاسعار نتاعها تبدا تطلع من تويكه معناها يمكن ياسر مده اخرى باش توصل حتى ل 2000 كيما وصلت قبل. هذايا اشكاليات ما لقينا لهاش حل توا على مدى معناها عشرات السنين في زمن البريود اللي تلقى فيها البطاطا تطلع الاسعار نتاعها. دونك اليوم ممكن باش نعاودوا نلتجي مره اخرى ولو اني ما نحبوش الكلام هذايا لانه يضر الفلاح السعودي. أنا كنت نعتقد أن لو كان ندعم الفلاح التونسي، لو كان نلقاو حلول للفلاح التونسي باش ينجم يزرع البطاطا وينجم يوصل لنا البطاطا، لأنه اليوم ما عادش نجمو نحكيو على رزق بلادنا. ما عادش نجمو نحكيو على فصلية وغير فصلية. اليوم الفلاحة تطورت، الأساليب تطورت، نجمو نزرعوا البطاطا على مدار العام ونجمو نوصلوا للاكتفاء الذاتي لو كان نلقاو الدعم الضروري للفلاح بصفة خاصة. يعني كمل لي قيد لسوي محمد علي في المرش 800 البصل هكا ب 800 والتفنيرة باش نعمل مقهورية 12% باهي والفلفل 3000 وقداش 3500 قاعد يخرج من سوق الجملة راهو بثلاثة دينارات الفلفل. دونك نحاولوا نمشيو شويه تبري حتى الفلفل جات فتره وصل ل 4000 وفات ل 4000 ان شاء الله السنه ما نلقاوش الاسهم هذوما لانه 3000 شد الثنيه هكا. هي ما توا راهو كان ب 2000 اقصى سعر. اليوم صباح معناها يتباع في سوق الجمله في بير القصعه ب 3 دينارات. يمكن معناها كيفاش نحكي على الفلفل عندك انت في المرشي معناتها هبط بارابور لنهار الاحد. حتى نهار الاحد خرج ب 3000 ستارت اب
أنا معك من فمش شوية غلة في المرشي محمد علي، فمش شوية غلة في المرشي، شفنا الخضرة جزر مسكرة. هاي مرحبا بس كلنا على التليفون الاخر. هاي سيدي ايوه اعطيني السلايد دينار عندنا ب 1500 انا راه عندي المركريال نتاع سوق الجمله لا لا انا يوميا يجيني يديني اسعار سوق الجمله. اي توا الفرق ما بين سوق الجمله وما بين البياعة بالتفصيل محمد علي قداش زيد 100 هو 200 هو راهو وقت اللي عنده معناتها ماكسيموم تاع 30% ارباح بالنسبه للتاجر التفصيل. دونك وهذه كيما توا خارجه بالدينار و300 ياخذ عليها 25%. اي دونك يزيدها 25% ولهنا البطاطا بالبلاكه نتاعها دينار و600 هو اختار لهنا. كنت مراه وانا نحب نشجع العنصر النسائي خاطر قال ولاد احمد الله يرحمه نساء بلادي نساء ونسل. انا باش نقول له الله يرحمك يا سي احمد اما راهو نساء بلادي 3.25. اي شكون يزيد؟ محمد علي القارص نحب نعرف سوم القارص هنا هاي نشوف. لا ما فماش قارص هذيك الاخضر ماهوش قارص. اه واي والله انا مريتو قداش القارص حاج؟ 4 دينارات هذا 4000 واخضر 4000 هاي يتم هاو الفلفل هذا مشيحينه. اي هذا يجي هروس يعمل 66 كيلو. اي ولا ترمي منه شويه هكا في حويجه يفوح برشا هذايا. يفوح هذا يفوح هذا بقداش الكيلو معلش؟ لا لكن للدار شيخ للدار نحب نشري مش منه انا توا لعولته العوله نتاعو. اي لا بس شوف اليوم كان نخرجوا شيرة البطان وصبربة وشويقي وكل بلايس هذوكم باش تلقى مناشر نتاع الطماطم هي تبدا من سعيده الطماطم نتاعنا نحن تطلع خير. طماطم شيحه هكا تقصد؟ طماطم شيحه تعرف مش احنا رانا تلاين يجيو لهنا ياخذوا معناتها يكريوا الارض ولا معناها ويشيحوا الطماطم هذيك ومن بعد يهزوها كالشريحه. اهلا يا معلم. اي هاو الفيح والعدس والجو والكل. مالك قداش المنسوقه؟ 12% قداش؟ 12% 12% وهذايا المرمز؟ اي شربة شعير تجيب منها برشا. هذايا مقلية ولا مفورة قول له؟ مفورة هذه ولا مقلية؟ لا لا مفورة مفورة. اي هذه حاجه علمتها لي انت تويك هي قول له ربي يعينك الحاج وان شاء الله ربي يجيب لك القسم. ما فهميش غله في المرشي محمد علي؟ مش الغله احنا جست الداخل في المرشي ما فما شيء البره الغله ما فماش. ماني قلت لك المرشي والغله هي بطبيعتها في المرنقيه ديما ما انت تنتصب بالبرة. اي او داير حتى الغله واحد بركه اليوم الله يعينك. هاي هذا التفاح والبوتاجاي 1980. اي وين بقيت الغله ولا ما فماش؟ ما فماش ولا هاي ان شاء الله تطيح الغله نلقاها في الاسواق. يعطيك الصحه محمد علي على الدوره والتحويسه. شكرا ليك في مرشي المرنقيه. ربي يجريها على السلاح يا زيان نحبها برشا هنا الكلمه هذه. يعطيك الصحه محمد علي الفرشيشي وصبري زيد اللي معاك. شكرا ليك على المحويسه هذه. غدوه اكيد في مرشي جديد مع محمد علي الفرشيشي. احنا مواصلين معاكم في مع الناس حتى لل11 نتاع الصباح موقيت. خليني نذكر المستمعين نتاعنا بالربح. بما ان على بواب الصيف والخليعه والتفرهيد وزيدهم العروسات وهذم الكل لازمهم برشا مصروف ويحب لهم برشا 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 فلوس. هذيك علاش يا فم خمت فيكم وفي مصروف الصيف وقررت باش تربحكم 10 ملايين كاش. اي نعم 10 ملايين كاملين في لعبة الفليجة باش تنجم تعدي صيفك على كيف كيفك كيف العادة. اس ام اس في اي فم على ال 85 85 8 جاوب على سؤال واربح في شهر جويليا ال 10 ملايين كاملين. نعود لكم اس ام اس فيه اي اف ام على ال 85 85 8 ينجم يربحك 10 ملايين مع اي اف ام والفليجة. كل الربح والفلوس ايجا.
احنا نعرفوا انه الماء مهم برشا في حياتنا، ما نجموش نعملوا حتى شيء من غير ماء، لا تنجم لا تطيب لا تشرب لا تنظف، فما بالك في حر الصيف، فما بالك في الجنوب التونسي من بعد شويه نكونوا موجودين في رديف 10 و11 يوم المواطنين من غير ماء. نرجع لكل تفاصيل الموضوع بعد الفاصل. انتم تسمعوا في مع الناس جيهان بن عبد الله من 2 للجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو 10 و17 دقيقة مع الناس، معكم حتى لل 11. من بعد شوية احنا موجودين في رديف، وزيدا نرحبوا بتوانسة اللي مروحين اللي جايين يصيفوا بحذينا. على سلامتكم، نحكيوا على ظروف عودة التوانسة في ميناء حلق الويد. اما حاليا خلينا نمشي ونباركوا ونصفقوا ونزغرتوا ونقولوا ان شاء الله الف مبروك للناس الكل اللي نجحت في مناظرة النوفيام، واللي برشا منهم كانوا متفوقين ومتميزين. هما راهم المستقبل، على خاطر هما الشباب بلادنا اللي باش ينجحوا، وان شاء الله نجاحهم يرجع بالفايده على بلادهم. هما فرحانين بنتائجهم واحنا زيدا فرحانين بهم برشا برشا. هما زوج تلميذات حصلوا على اعلى معدل 19.03. من بعد شويه معنا مريم بوشعالة ومعنا زيدا ولدها اللي باش نباركوا لهم على نتيجه النوفيام. يقولوا لي مش حاضرين ميسالش، نرجعوا لهم من بعد شويه اكيد بسبب فرحه النجاح. فما زيارات والناس تبارك توا، من خلينا نمشي ونرحبوا بعودة التوينسة مباشرة من ميناء حلق الويد. أكيد الرحلات انطلقت عندها مديدة، ناخذ أكثر تفاصيل. معنا محمد عمران مدير ميناء حلق الويدي. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك على إيفام. مرحبا أختي، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إيفام، وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام حين بخير. يعيشك وانتم باللمسه. ان شاء الله اليوم نعطيه الاضافه ونفيدوكم بكل المستجدات فيما يتعلق بميناء حلق الويد ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا ليك، ونعرفوا انتم تقدموا في مجهود كبير برشا للتوانسه اللي فرحانين وينهم يرجعوا لبلادهم، واحنا نبداو نستناو فيهم ونتمنوا انه استقبالهم يكون في ظروف ممتازه. فنحب نعرف السنه صيف 2023، ونعرفوا انه الرحلات تكثر في الفتره الصيفيه، فشنو محضرين كجديد بالنسبه لاستقبال مواطنينا بالخارج؟ الحقيقة كالعادة ميناء حلق الويد اليوم احنا في ذروة موسم الصيف، في ذروة موسم عودة مواطنينا التونسيين المقيمين بالخارج. الموسم اللي انطلق رسميا منذ يوم 16 جوان الفارط. فما رحلات اليوم على نسق تصاعدي على مستوى العدد نتاع الرحلات، وكذلك على مستوى نسبة امتلاء السفن. نعطيك رقم مثلا انه منذ 15 جوان الفارط استقبلنا حوالي 54 ألف مسافر. إلى غاية يوم أمس، بالإضافة إلى ما يزيد عن 12 ألف سيارة، وهو نفس المستوى تقريبا اللي سجلناه في نفس الفترة خلال السنة الفارطة. نفس الأرقام تقريبا، ما تبدل حتى شيء كما عم نقول. تقريبا في نفس المستوى، مع اعتبار أنه الأعداد هذه في تصاعد إلى غاية موفى شهر جويلية. نعرف أنه المواطن التونسي مقيم بالخارج يكمل فتره معناها يجي باش يقضي الفتره الصيفيه بالعطله نتاعو بدا من نهايه شهر جوان. كان عندنا زاد العيد الكبير، ربي يعيدوا بالخير على الناس الكل. اليوم فما نسق تصاعدي على مستوى الاعداد، وهذا يبشر بكل خير. نحب فقط نذكر انه السنه الفارطه كانت ارقام قياسيه على مستوى ميناء حلق الويد في تاريخ هذا الميناء، انه استقبلنا على مدار سنه كامله حوالي 754 الف مسافر، وهي اعداد هامه. وكانت الحقيقه زاد الموسم الصيفي تعدى في ظروف طيبه، وتم تسجيل معناها نسبه رضا معناها محترمه مقارنه بالمواسم الفارطه. وان شاء الله نعملوا انه نسبه الرضا هذه تكون افضل ان شاء الله، وتكون ان شاء الله خير، وهذا يعود بالنفع بالطبيعه على بلادنا وعلى مواطنينا التونسيين بالخارج، باش يشجعوهم باش يجيوا يقضيوا العطله نتاعهم في افضل الظروف الممكنه. عدد الرحلات يوميا هل في شهر جويليا واوت تكثر اعداد الرحلات مقارنه ببقيه العام هكا ولا؟ هو اللي نحب زاد هي فرصه باش نقولوا انه راهو نشاط المسافرين على امتداد السنه كامله. فقط انه خلال الموسم الصيفي يشهد ارتفاع في عدد الرحلات الاسبوعيه، ننتقلوا من 9 رحلات في الاسبوع الى ما بين 12 13 رحله في الاسبوع،
ولكن اللي يفرق هو انه الاعداد نتاع المسافرين انه يرتفع بالطبيعه وتكون نسبه امتلاء سفن اعلى تصل الى حدود 100% في اغلب الفتره الصيفيه، وهذا اللي يخلي انه بالنسبه للسنه كلها انه في الفتره الصيفيه فقط اللي تمتد من منتصف شهر جوان الى غايه بدايه شهر سبتمبر نستقبل حوالي 65% من جملة النشاط السنوي اللي يعرفه على تسلية العام. الحقيقة سي محمد، بعض المسافرين اللي يتنقلوا عن طريق الباتويت يسافروا يقولوا في محيط الميناء نحسوا ونعيشوا شوية قلق، هكا يوصلوا هنا حرفيا يقولوا رانا كي نخرجوا من البرت بكرهبنا رانا نطلعوا الشبابك راهو تصير بعض البركاجات أو محاولات لهذا. فمحيط الميناء ونتصور وأنه تحت إشرافكم ومسؤوليتكم، هل فما إجراءات جديدة لتطمين المسافرين؟ وزيد خليني نقول أنه هذا راهو مش في تونس أكهو، راهو بختو في العالم أجمع. فاليوم باش تقابيو المسألة الأمنية في محيط الميناء أو باش تخدموا عليها الفترة الجاية؟ هي الحقيقة هو الوضعية والظاهرة هذه كما قلت ما هيش خاصة بميناء حلف الويد، وهذا حتى شفناه في بعض اماكن البر في العالم اجمع، في العالم اجمع، في ايطاليا، في فرنسا، في العالم. ما نجموش ننكروه، ما نجموش ننكروه، وهذا من المواضيع اللي قعدنا نخدم عليها سنوات. بالنسبه لميناء حلق الواد احنا عندنا ما يعبر عنه باللجنه المينائيه اللي تضم جميع الاطراف المتداخله بما فيها المصالح الامنيه العامله خارج الميناء. اللي سجلناه السنه الفاتحه فما تحسن ملحوظ على مستوى الحضور الامني بالفضاء الخارجي. هذا نجموا معناها نأكدوه لكم. أثناء كانت زادة جلسات تحضيرية وكانت من المواضيع الأساسية هو الحضور الأمني وحماية المواطن التونسي، ما نقولوش بركزات لأن محاولات ولكن هو مضايقات أكثر منها. تلقى ناس يحب يبيع هكا لسوفينير، فما حتى المتسولين، فما الضرائر هذه ما ننكروهاش، لكن بركازات الحقيقه كلمه هكا شويه هكا يوصلوا لنا سي محمد عمران. احنا هوني باش ننقلوا شنو يقولوا لنا، يقولوا لنا فما محاولات. ها نقول لك كيفاش تسمعني سي محمد، يقول لك انا خارج مثلا في كهربتي ينقز عليا يدخل لي من الشبك فيخاف المسافر. موجود موجود. اللي نحب نذكره ان ميناء حلق الواد قام بتوفير مقر لمركز امن عمومي لشهاده منطقه كارتاج منذ سنه 2018. هذا المركز هذا يتم تفعيله في الفتره الصيفيه وتعزيزه بالاعوان اللازمين. فما كما قلت لك السنه الفارطه كان فما تنسيق كبير مع مصالح وزاره الداخليه، كان فما تواجد امني مكثف. السنه زاد عودنا جلسات اخرى لمزيد تحسين الظروف الامنيه خارج الميناء. اليوم لنأكده لك انه خلال الايام اللي نشهد فيها وصول البواخر فما دوريه قاره خارج الميناء وفما تدخل امني. نحاولوا زاده باش احنا كميناء نوفروا ظروف طيبه لعبور المسافر خارج الميناء، وفما ان شاء الله مشاريع مستقبليه على مستوى تحسين البنيه الاساسيه خارج الميناء باش نمكنوا المسافر انه من نزوله الى الباخره الى مغادرته للمحيط الخارج الميناء يكون في ظروف امنيه وظروف طيب. راحه افضل. بالتوفيق ليكم، نشكرك برشا، يعطيك الصحة مدير ميناء حلق الويدي سيد محمد عمران. مرحبا بتوينسا وليد بلادنا، وكل واحد عنده شكون غايب عليه، إن شاء الله ربي يطمنكم عليهم وإن شاء الله يجيوا سالمين. احنا مواصلين معكم في مع الناس حتى للحداش متاع الصباح، من بعد شوية باش نباركوا راهم بعد شوية لنتيجة النوفيام للمتفوقين بمعدلات 19.03 ما شاء الله، نرجعوا لهم من بعد شوية. محليا تقعدوا معانا نسمع حسين الجسد اسمي على اي فهم في بالبنت العريض. انتم تسمعوا في مع الناس جيال بن عبد الله مثل الجمعه من 9 ل 11 متاع الصباح على اي فهم احلى راديو. العشرة وتسعة وثلاثين تسعة وعشرين سامحوني العشرة ونص. مرحبا بكم من جديد على إيفام أحلى غاديو مع الناس، معكم بتسعة متاع الصباح حتى التوا مواصلين حتى للحداش. أنا نضحك نتبسم فرحانة برشا بالنتائج الإيجابية هذيا، إن شاء الله مبروك على كل عائلة عندها شكون نجح في الباك وفي النوفيام. حاليا نحكيو على نتائج تشرف، نسبة نجاح 60.56%، 3074 منهم تم توجيههم للمعاهد النموذج
الحاجيه. وديما بطبيعه الحال احنا نحبوا نباركوا ونحبوا نكونوا موجودين معاكم في جميع افراحكم. معنا شكري وشعاله، هو والد التلميذه المتفوقه واللي عندها نفس المعدل مع لينا الحاج عمر الاثنين، جابوا 19.03. مريم بوشعاله عن المدرسه الاعداديه النموذجيه صفاقس، لينا الحاج عمر عن المدرسه النموذجيه الباب الشمالي بسوسه. ان شاء الله مبروك عليكم. مرحبا سي شكري، صباح النور. صباح الخير وعيد مبارك. بارك الله فيك. يعيشك. كل عام وانتم حيين بخير. فرحة فرحتين، أنت عندك العيد والنوفيان بامتياز. الحمد لله، الحمد لله اللي يشقى الغرام. الحمد لله، ربي يفضل لكم ويفرحكم بها على طول. عايش خويا، عايش أختي، بارك الله فيك. ما يسالش حتى خويا تقضي نورمال. إذا فرحة النجاح يظهر لي سي شكري. ما نحكيلكش. ان شاء الله فما تزغريت في الدار. انا كان جيت نعرف ان زغرت، راني زغرت معاكم اما تم تعلم على قريب. فما تزغروت هكا في الدار وجو كل الحقيقه مازال الموكب انتم حل جماعه جايين في الدنيا. اي ملا جايين بالتزمير والشيخات و هاي تزغريت جيت من عنا سي شكري. هذه تزغريت الاولى في انتظار البقيه. ان شاء الله مبروك عليكم، ان شاء الله ربي ديما يفرحكم بها. اكيد هي تعبت برشا باش تعدي هنا نحكي معاها من بعد شويه. ما انتم زيد اكيد كان عندكم دور كبير في نجاح وتفوق هذا. سي شكري احكي لي كيفاش حضرتوا. والله التحضير راهو نتاع النجاح راهو ما يبداش نقولوا احنا مأخر، يلزموا على نار هاديه كيما الملوخيه كيما نقولوها. اي سلا سلا تجي حاجه بنينه برشا ما بالك النجاح. سلا سلا هذه المتدخلين فيها راهو برشا اطراف مش طرف واحد. الباقي توفيق من عند ربي. معنى ذلك انه المدرسه الابتدائيه والمعلمين مشكورين معناها حضاوها ومعناها ووقفوا معاها، وهي الحمد لله يا ربي تعرف واجبها من الصغرى، معناها تعرف شنو يلزمها تعمل. مؤمنه انه التميز هو اللي يصنع الانسان الفاعل والناجح في حياته والوطن نتاعو. في المدرسه الاعداديه كيف كيف زاد ملقات كان السند والمساندة المطلقة من أصحابها من الإدارة من الزملاء الأساتذة العائلة الموسعة والمضيقة، معناها سي تانتو معناها الحقيقة. فهمت كيفاش؟ إن شاء الله العاقبة للباك سي شكري، وإن شاء الله تكون من المتميزين ومن أصحاب المعادلات الأولى. احنا نحبوا نباركوا لها مريومة كنا تعدي هنا، خلينا نقول لها إن شاء الله ألف مبروك لها هي مباشرة. أنا باركني لك اللي كنت الوالد توا السيدة العظيمة بتاع 19.03. مرحبا مريومة، صباح النور. صباح الخير. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله ألف مبروك. بارك فيك عايشك. توا مريم انت كنت تستنى المعدل هذايا 19 ولا تفاجئت به؟ لا الحقيقه تفاجئت به، تمنيت صحيح كيما الناس الكل تتمنى تجيب معدل زيي، ما كنتش متوقعه خاطر كنت خايفه شويه الحقيقه، اما الحمد لله حلمها وتحققت. الحمد لله 19.03 ما شاء الله تبارك الله عليك، ربي ينجحك ويوفقك مريومة. وان شاء الله ديما نسمع عليك اخبار تسر. قل لي نهار اخر شنو تحب تطلع؟ شنو تحب تولي؟ طبيبه. حاب نولد طبيبه ان شاء الله. ان شاء الله اخترت هكا اختصاص معين ولا طبيبه بك هاو توا؟ نحب نكون جراحه نتاع اعصاب مخ واعصاب. اختيار صعيب هذي، احنا واحنا صغار نقول نحب نطلع سفير يقول لك منين تعلمت هذي طبيبه وجراحه اعصاب؟ ما شاء الله عليك مريومه. قل لي انت شنو المواد اللي متفوقه فيهم اللي تحبهم تشيخ عليهم اكثر من غيرهم؟ أنا نحب المواد الكل خاطر نحب نتعلم في الحاجات الكل، أما الحاجة اللي نحبها أنا ياسر لي سلالة أكثر خاطر ملينا صغيرة معناها ماما وبابا يعني هما أساسا نتاع عربية والكل، دونك نحب نقرا برشا في العربي وكيف زاد نقول فرونسي والأونجلي بطبيعة واللغات الكل باهيين. أما أكثر حاجة زاد نحب السيونس، نحب هكا الطبيعة والجسم الإنسان، دونك هيك علاش أنا نحب الوالد بابا خاطر نحب ياسر السيونس ونلقى فيه روحي برشا. ان شاء الله تحقق الحلم نتاعك، وان شاء الله سنوات بيناتنا ونسمع عليك انك دكتوره متميزه. تقعد في بلادك ولا تخرج مريم؟ والله انا نحب يعني نقرا في بلادي الكل، اما ممكن اذا جاتني فرصه نقرا برا علاش لا، اما معناها في الاخر معناها بطبيعه نتفرج على بلادي. نحب نقرا في ليكول دونيكسيون تاع الثقافه ياسر باهيه، والقرايه في تاع الطب في تونس
تتعامل هي برشا دونك وشهادة معترف بها في العالم الكل. أما ما نعرف الله أعلم إن شاء الله نشوف المستقبل شنو ربي كاتب لنا. ان شاء الله. فما سؤال هكا هوني المعد نتاعنا قال لي نحب نعرف مريم تعمل سبور تعمل ديزاكتيفيتي ولا قرايه كهو؟ هو انا عندها هوايات هكا مريم تحبها؟ عندي هوايات الحقيقه. في اول عام كنت خايفه شويه وكنت هكا ستريسي ونحسب يعني كل القرايه كهو هي اللي مش توصلني. تخليت عليهم شويه الحقيقه. انا بعد هيك كي قلت روحي تعبت الكل رجعت لهم. نحب نرسم نقرا نطالع نحب برشا حاجات. نحب نعمل سبور بطبيعه. كنت نترينا جيمناستيك وفولي وقت اللي جات الكورونا قصيت شويه ما ان شاء الله نحب نرجع لهم. وبرشا حاجات اخرين نحب نقعد مع ياسي عندي اخواتي الصغار نحب نلعب معاهم هما يعني كيما العباد الكل بطبيعه. بالتوفيق يا مريومه وبنجاح ليك المتواصل ان شاء الله. يعطيك صحة يلا كليمه هكا تحب تقولها للناس اللي تسمع فيك للي اصغر منك وعم جايب شادي ونوفيام شنو تقول لهم؟ انا نحب نقول لهم اللي ما تخافوش مازال ما هوش يقول مش حاجه تخوف بالكل. ماذا بيا ان الناس الكل تجرب تعدي حتى اللي مثلا مش واثق نروحوا برشا ولا خطره تجربه باهيه يعني للناس الكل. انه انفيت انت وقت اللي معناها انت تضحي بوقتك وجهدك يعني وفرصتك تقرا تعمل تلفزيون ومن اول عام تخدم وعندك هدف وحاطط قدامك هكا هدف معناها هي حاجه باهيه معناها هيك اكبر نجاح يعني مش لازم تنجح لا ب 19 لا ب 18 النجاح كله باهي. وحتى اللي يفشلوا ماهوش معناها اخر الدنيا بالعكس انت تلك تكتسب خبره واكسبيرينس ومعناها برشا حاجات. معناها هي الحظر كون فات من البكالوريا اللي هو في الاخر الحلمه نتاع العائلات التونسيه الكل. دونك ننصحهم انهم يخدموا على رواحهم ويؤمنوا برواحهم وبربي ويتكلوا على ربي ويخدموا معناها جو غيروك ويرتاحوا في نفس الوقت ما يتعبوش ريحهم برشا خاطر مش حاجه تخوف برشا. ان شاء الله مبروك يا مريومه. اذا ترجع لنا الوالد رجع لنا سي شكري ما شاء الله عليها مريم متحدثه جيده وممتازه في قرايتها وتمارس هواياتها. ربي فضله لكم سي شكري ونباركوا لكم من جديد ان شاء الله. الف الف مبروك للعائله الكل وربي يفرحكم بها. مناشده معنا سي شكري مازلت الله يبارك فيك عيشك ونشكركم انتم على يا فهم. نشكر كل الإذاعات ووسائل الإعلام. وأنا الحقيقة والله تمسيت برشا البارح كيف نقولوا إحنا في الأخبار الوطنية أنه خلاو مساحة معناها مهمة معناها للنتائج نتاع النظام وكذا. وهذا راهو حاجة مهمة جدا أنه نشجعوا ونكونوا نقدموا نعطيوا الأمل رغم اللي عندنا برشا حوايج اللي هي معناها تقلق لكن ديما الامل يبقى باقي وديما ان شاء الله تونس غدوه خير ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك من جديد وهدايا لكم انتم اهداء المريومه ان شاء الله. الف الف مبروك. مبروك وان شاء الله الف مبروك وان شاء الله ديما نباركوا لتوينسه ولصغيراتنا كيما باركني لكم في الباك نوفيام وان شاء الله ديما ديما الاحتفالات بنجاح موجوده في بلادنا. بلاغ وزرع عن وزاره التربيه البارح 3 جويليا وين تعلم وزاره التربيه التلامذه المتحصلين على معدل يساوي والا يفوق 15 من 20 في مناظره الالتحاق بالمعاهد النموذجيه ضمن امتحان شهاده ختم التعليم الاساسي 2023 واللي تم توجيههم إلى أحد المعاهد المتناظر عليها أنه باش يتم افتتاح من جديد باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية الأخرى باعتماد الترتيب التفاضلي وحسب الشغورات. فما رابط موجود في نص البلاغ هذية تنجموا تدخلوا للرابط وهذا باش يكون ابتداء من اليوم 4 جويليا 2023 حتى للخميس 6 جويليا 2023. إن شاء الله ألف مبروك من جديد لجميع الناجحين والمتفوقين. احنا بعد شوية باش نكونوا موجودين في رديف نحكيه على مسألة حياتية احتجاجات في رديف بسبب انقطاع مياه الشرب واحتقان في صفوف الأهالي على خلفية فقدان الماء والخبز الاثنين. هذا نرجع له من بعد شوية. أما توت سويت نمشيو للجو التونسي. شقولكم نسمع الهدي دنيا على إيفان في سيدي منصور.
الهيدي دنيا على اي اف ام في سيدي منصور وصلنا للعشرة وخمسة واربعين دقيقة. احنا معكم حتى للحديش متاع الصباح في مع الناس. من بعد شوية راجعين لرديف، مشكل الماء، مشكل الخبز، واللي يهم الحوض المنجمي بكله. صراحة هذا الموضوع نرجعه من بعد شوية. محليا خليكم مع الفاصل. خاطر السبور ما يوفيش، حتى في جويليا أوت إي إف إم خمت في الكورجية والمغرومين بالكورة وبمختلف الرياضات، وخصت لكم يوميا موعد مع بشرة سعيد مثلي الخير. سبورتيفيتي من ماضي ساعة ونص الماضي ساعتين، آخر الأخبار بكامل تفاصيلها، ضيوف، تصريحات، سكوبات وكل ما يخص السبور. هذا الكل في سبورتيفيتي على إي إف إم أحلى راديو. معنا تعدي لي فاكونس اللي تحلم بيها، معنا نضمن لك ع السيرفيس والكونفور والراحه اللي تلوج عليها. دي شومبر فاميليال للعائله الكل، دي سوتيل اكسي ديريكت على البحر، دي توبوغان وبوكو دانيماسيون النهار الكل. باش تريزيرفي اتصل بلاجونس دو فواياج نتاعك والا ادخل على المرادي.com. المرادي هوتيلز او دولا دو فوز انفي. جيهان بن عبدالله مثلين للجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح على إي إف إم أحلى راديو. العشرة وستة واربعين دقيقة على إي إف إم أحلى راديو. مشكلة الماء في تونس، واللي بخلاف الضيف راهو من بعد شوية مازلنا باش نحكيو على الموضوع هذا، باش نكونوا موجودين في دستور تحديدا السلوقية. خليني نقولكم راهو الماء حق دستوري، هذي نعرفوها الناس الكل، لأنه كان موجود في دستور 2014 ودستور 2022. نعرفوا زادة وإنه المنظومة الحقوقية الكونية اعتبرته حق أساسي لحقوق الإنسان. ما أنت حاجة مهمة وحاجة حياتية، وما فهمي مش حياة من غير ما نعرف زيدرة. وحتى الكائنات اللي تعيش معانا وقت اللي يبدأ فما جفاف ولا مفهمش ما يهاجروا يمشيوا لبلاصة راوية باش ينجموا يعيشوا. فما بالك الناس وقت اللي يكون ما عندهش ما، فما بالك الناس موجودين في الجنوب التونسي. نحكيو على الرديف، نحكيو على نسبة حرارة مرتفعة، نحكيو على 10 و11 يوم مواطنين ما عندهمش ما في ديارهم، لا يأكلوا لا يشربوا لا ينظفوا. كل الحياة قائمة عن الماء اللي هما محروم ومين منه لأيام. خليهم يقوموا باحتجاجات وهذه حاجة منتظرة، وخليهم زيدا يظهر يبرمجوا مسيرة اليوم أو الأيام الجاية. وها باش نزيدوا نفهموا أكثر الموضوع اليوم، معنا علي المرزوقي عن جمعية النوماد زيروي. أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا على إي إف إم. صباح الخير ومرحبا بمستمعي ذات إي إف إم. يعطيك صحة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك علي. أول حاجة أوصف لنا الوضع حاليا في الرديف بدون ماء. الوضع في الرديف يشهد احتقان كبير، معناه احتقان شعبي بسبب العطش. العطش كما قدمت أنت اللي متواصل عنده أيامات، ونجم نأكد لك اللي بعض المناطق في الرديف وبعض الأحياء عندها أكثر من شهر ما وصلهمش الماء، معناه وهذا ما ولد معنا احتقان. صبرت العباد أو فما مشكلة متاع مضخة باش تتصلح، أما لكن في معنا كي تشد هالصيانة هذه معنا تطول وتولي مدتها تواصل حتى أكثر من أسبوع أسبوعين، والأهالي صابرين معنا قديش منهم معنا باش توصل لحدها. وصارت مسيرة أمس في الرديف، وصارت معناها قبل المسيرة صارت عديد المفاوضات والمطالب والمراسلات والاحتجاجات التلمية، لكن اليوم فما احتقان كبير والمواطن ما عادش عنده ثقة في لا في الوعود لا في الشركة اللي غايبة تماما، لا في هذا معناها السيرفيس الحياتي اللي تقدم فيه الدولة التونسية. كي تقول لي مش في رديفك هاو، نحكيو على الحوض المنجمي الكل عليه؟ هو الحوض المنجمي بكله يعاني من الانقطاعات، معناها خاصة المدن المنجمية. معناها المشكلة مش في وفرة الماء الحقيقة، واحنا نجم نأكدوا هذا معناها من خلال وأكدناه من خلال دراساتنا معناها على الحوض المنجمي. الماء متوفر لكن ثم غياب معناها للاستثمارات أو منظومة الصيانة متاع الشبكات وإلا متاع المضخات وغيره. معناها وهذا مشكل ماهوش جديد، معناها مشكل جديد قديم من المنجم نأكد لك في نفس التوقيت في السنة الفارطة نفس العملية، معنا دخلوا أهالي الضيف اعتصام مفتوح في مقر المعتمدية والبلدية سنة 2021 في أزمة الكوفيد. كيف كيف تعدي الضيف الصيفة مثلا تتعدى 10 أيام 20 يوم من غير ما، من سنة 2017 كان تتذكروا أول إضراب عام صار معنا تقريبا في تاريخ تونس بسبب الماء. أول إضراب عام صار في الضيف في فبراير 2017، هذا مش جديد، لكن اليوم معناها نحكم من 2019 2013 المشكل مازال لسنة 2023. علاش ما تمش تدخل
جدي من طرف السوناد لحل المشكله هذه نتاع الماء. بداية هذا تساؤل نطرحه كلنا مع بعض. قلت لي عليه المشكل ماهوش مشكله موارد، وانا نحبك تزيد تفسر لي اكثر. معناتها كي تقول لي ماهيش مشكله موارد يعني مش مشكله منابع، مشكله استهلاك يلزم نرشدوا الاستهلاك، مشكله استهلاك صناعي يلزم ترشيد هذايا، ولا مشكله صيانه. حدد لي المشكل بالضبط عليه وين موجود. حقيقة الصناد غايبة، معناها المشكل ماهوش مشكل موارد، ونجم نأكدهولك. معناها الماء من الآبار نتاع رديف، معناها مين يشربوا بالماء يشربوا من منطقة اسمها الطرفاية، نفس الآبار اللي مش معناها موجودة بجنبها آبار شركة فوسفات قفصة. شركة فوسفات قفصة ما ينقطعش عليها الماء بالكل، معناها اللي استعمالاتها الصناعية ولا حتى ما ينقطعش بالكل، أما ينقطع على المواطنين. واضح. أي ينقطع على المواطنين في شبكات الصناد، معناها هذا مؤكد، ونجم نأكد لك تو زاد. معناها الإشكالية اللي موجودة في ردي في إشكالية نتاع مضخة، معناها مضخة لازمها صيانة ومكسرة عندها مدة، وتعرف معناها الأمور في تعامل مع الصناد ولا المؤسسات معناها في تونس تاخذ برشا وقت ولي بروسيدور، لكن في الأمور الحياتية كيما الماء ما تتطلبش تأجيل، كيما الماء ولا الصحة ولا غيره ما ثماش علاش أنه معناها نبقوا نستنوا في مضخة باش تصلح أكثر من 10 أيام و 15 يوم، ولليوم زاد مازال المشكل متفاقم ومتحل. وما نعرفوش وقتاش باش يتحل الإشكال هذايا عليه. بالنسبة لبعض الروايات اللي تقول وأنه الماء قاعد ينقطع عن المواطنين في رديف والحوض المنجمي بصفة عامة، لأنه نسبة 60% أو أكثر منه قاعدة تتوجه لغسل الفوسفات، فنخيروا هذايا عن المواطنين، هذا صحيح ولا غلط؟ هذا موجود بخصوصية كل المدينة منجمية، خاطر رديف ماهيش ما تشربش مع نفس المورد بتاع الماء مثلا مع المضيلة ولا المتلوي، معناها ثم هذا موجود في علاقة بالمتلوي مثلا والمضيلة، وقتها ثم ضغط مثلا صناعي واستعمال صناعي يأثر على الشبكات، معناها وتدفق بتاع الماء اللي موجه للشرب. لكن رديف لا، رديف المشكلة قديمة جديدة. شركة فوسفات قفصة عندها إمكانيات، صحيح؟ معناها كي نحكي على شركة فوسفات قفصة ما ينقطعش عليها الماء على خاطر عندها إمكانيات، وقت اللي عندها مشكلة نتاع مضخة تشري ديريكت، ديجا هي توا معناها هي تتدخل، وعندها سنوات وقت اللي الصناد ما تعجز على حل المشاكل هذه هي تتدخل بالضغط نتاع الأهالي. لكن اليوم معناها إلى متى باش تبقى هكاك بطريقة اعتباطية؟ شركة فوسفات قفصة تتدخل في كل ما تصير المشكلة هذه، الأهالي هذاك اش طالبين؟ حل جذري لمشكلة الماء في رديف، بعيد على حكاية هذه معناها المزايا اللي نسموهم بين ظفرين نتاع شركة فوسفات قفصة. والأولوية الأولويات هي ما الشرب قبل ما يمشي للفوسفات، معناها هذا مفروغ منه الأمر هذا، وهذاك علاش الأهالي الاحتقان يزيد خاطر يشوفوا ما هم ماشي معناها للاستعمال الصناعي وهما بالحق عطاشة معناها السخانة هذه في العيد. ولو انه نحن بطبيعه الحال نعرفوا انه الفوسفات مهم للرديف، مهم لقفصه، ومهم لتونس الكل، ولكن الماء والبشر هو اللي اهم. يظهر لي هذي راي المواطنين في رديف. كيفاش يتحل الاشكال؟ مطالب السكان اذا تكمل لي في جمله عليه رساله واضحه لشكون تتوجهوا بها من رديف مباشره. الرسالة واضحة هي انه يلزم يكون ثم حل جذري، يلزم من الحلول الترقيعية نتاع تصلح ترومبا، شركة فوسفات قفصة تضخ الماء نتاعها في شبكة الصناد، هذه كلها حلول ترقيعية. الحل الجذري انه الدولة تهبط باستثماراتها بالامكانيات اللازمة، على خاطر هما ماهمش مواطنين درجة ثانية، ومن حقهم زادة انهم يشربوا الماء، معناها كيما المناطق الكل لازم الصناد تدعم روحها. غادي غايبة تماما رايك منظومة الصيانة نتاع الصناد باش تصلح حاجة لازم تتعدى على قفصة، ومن قفصة تتعدى على سفاقس رديف، تبع سفاقس لو كان باش تفهموا في الصناد هذاك. علاش لازم الدولة تعمل حل جذري وتستثمر في المنطقة هذيك باش تأمن على الأقل الكمية المينيمال معناها لمياه الشرب. من بعد نتصور كان باش نواصلوا هكا في كل سايت الطنبة هذه تصير لها مشاكل ماهيش باش تحل المشكلة، وباش نبقوا حتى العشرات السنين الأخرى في كل عام وإحنا في الاحتقان والاحتجاجات، والمواطنين زادة اليوم راهم مشوش مواقع الإنتاج وكسروا ولا خربوا، عملوا تظاهرات مسيرات سلمية، عملوا احتجاجات سلمية، دخلوا في اعتصامات مفتوحة، عملوا إضراب عام إلى متى باش يبقوا معناها هم يخلصوا في الضريبة نتاع غياب الدولة في المنطقة هذيك؟ وراو حال رديف من حال مدن الحوض المنجمي الكل، ما ثم حتى مدينة منجمية تشوف فيها بعينيك تواجد الدولة من خلال على الأقل
تواجد الصونات بامكانياتها وباستثماراتها ومنظومه الصيانه نتاعها ولا حتى بالامكانيات البشريه نتاعها، ما عندهمش لا امكانيات بشريه لا ماديه غادي. شكرا لك علي المرزوقي المدير التنفيذي لجمعيه نوماد 08، كنا معك بخصوص الاشكال والاحتجاجات المتواصله في رديف الى ان يرجع الماء، هكا يقولوا المحتاجين عندهم اكثر من 11 يوم، ومناطق اخرى تواصل الانقطاع للماء مده حتى اكثر من 10 ايام واكثر من جمعتين. ان شاء الله يتحل الاشكال، مواصلين في نفس الموضوع تقريبا ولكن بشكل اخر. الموضوع اللي يوصلنا حاليا واللي احنا مصرين وانه نوصلوا اصوات التوينس الكل وين ما كانوا موجود، نمشيو للسلوقية، نمشيو لتستور الماء والضوء مقصوصين عندهم 8 أيام، هكا يقولون على شركة الأحياء في سلوقية تستور، ويقولون الشركة هذه تخدم 400 عائلة، يتقص عليهم الماء على 500 هكتار عنب، على 400 راس بقر. شنو تقصدوا؟ الناس عندهم صندجات مرخصة تقص عليهم الماء، محتاجين فيها سخانة، خايفين على رواحهم ورزقهم ومنطقتهم، ويقولوا أن الأسباب مجهولة بالنسبة لهم. هيت نفهموا أكثر الموضوع. معنا لطفي الهمامي واحد من المحتجين. صباح النور، مرحبا على يفام. صباح الخير، شنو احوالك؟ اهلا وسهلا، شكرا ليك، مرحبا بك، نطمنوا عليكم. شنو اللي صاير في السلوقيه سي لطفي؟ شفام والله احنا شركه الاحياء والتنميه في الاحياء الروضه الموجوده بلديه السلوقيه معتمده التستور. الشركه ذي تقامت تاسست من اواخر 2003. الشركه ذي مشغله، هي الشريان الرئيسي للتشغيل في المنطقه هذه، هي الشركة الوحيدة اللي عندها إشعاع كبير نشغله نوصله حتى للستة مات خدامة. احنا راب الرسم ومور نوارها ترسيم مريق. عليش قص عليكم الماء والضوء سي لطفي؟ الإشكال اللي معناش حتى إشكال، احنا عنا من عمناول ما استعملناش يعني التبامبيا من الويل استعملناهوش. عنا ثلاثة سنتاجات جون هار الاثنين اللي فات العشية قصوا الضوء على السنتاجات على الشركة كل فواتيركم خالصة. وين المشكل؟ فما تجاوز؟ ما فماش حتى تجاوب. احنا حاولنا، طلعنا سلطة الاشراف، عملنا مجهود كبير نهار في الوقف، احنا نهار 3-5 تاع العشية واحنا موجودين مع المندوب العشية في الولاية. شنو جاوبوكم؟ ما فما حتى شيء. هي باهية تو نشوفوا تو نحاولوا تو كذا، بقينا هكاك. نهار الجمعة مشينا حاولنا كيف البارح للبارح العشية احنا موجودين كيف في باشا، حاولنا خدمنا الدوسي كل، جيبوا عاد المنفذ، عملوا معاينة، نقصوا الضوء، عملوا كذا، عملنا اللي طلبوا منا الكل. عملنا لحد هذه اللحظة سي لطفي، انتوما نحب نوصل صوتكم في كلمة، شنو طالبين حاليا تحديدا بعد الاحتجاجات؟ احنا ما عندناش حتى مطالب من الدولة. احنا سيد الرئيس يشجع على تشغيل المواطن، يشجع على العناية بالمستثمرين. احنا المستثمر هذا يهدد حاليا مش يمشي على روحه. احنا هال 400 عائلة هذه الناس اللي مش تبقى واقفة مش نبطلوا. احنا انجاجي في البنوك، الناس عندها قروضات في البنوك، ناس يعلم ربي بحالتها، اولادها تقرا كذا، ما لقينا حتى حل، ما سمعنا حتى حد. حاولنا الطلب بتاعنا واضح، رجعونا الضوء ما فاحت شيء، ولو كان واضح. احنا طلبنا منهم، قلنا لهم حتى ولو كانوا يخصموا اكثر رجعونا الماء والضوء. يعطيك صحة سي لطفي الهمامي، كنا معك مباشرة من سلوقية تستور، وصلنا صوت المحتجين من بينتهم سي لطفي الهمامي اللي كان معنا حاليا. شكرا لكم على الاستماع، الموعد يتجدد معكم غدوة كما العادة من 9 حتى للحداش. وسامة صافي، ياسمين بن نور في الاعداد، كان معنا خليل نور في الاخراج، خلطت علينا ايمن وسليم على EFM TV، كنت معكم جيهم بن عبد الله، نقولكم تشاو تشاو في الامان، وان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. استلمنا غدوة بعد شوية الأخبار، وكم نتابع بقية برامج EFM. بعد شوية تجيكم هاجر الحنيشي في ألو EFM.